السلام عليكم. ان شاء الله البرزنتيشن بتاعت النهارده هتكون عن البنزيميدازول بريبيرد باي خلود محمود، خلود مصطفى، خلود محمد مصطفى، داليا ممدوح، ورانيا غريب. البيبر اللي احنا جايبين منها البرزنتيشن اسمها ثيرابيوتيك ايفولوشن اوف بنزيميدازول دريفيتيفز ان ذا لاست كوينكوينيال بيريد، يعني تطور العلاج البدائل بتاعت البنزيميدازول في اخر 5 سنين. انتروداكشن، في البدايه هنقول انتروداكشن بسيطه عن البنزيميدازول. قالك ان في دراسات كتير اتعملت عن البنزيميدازول في اخر 10 سنين، وقالك ان البنزيميدازول از ا مارتي ذات كونتينز بنزين اند هيتيروسايكليك اميدازول رينج، عباره عن شقين، شق البنزين رينج والشق الثاني الاميدازول رينج. الدريفيتيفز اوف بنزيميدازول ليها يوزز كتيره، من ضمن اليوزز دي انتي فايرال اند انتي تيومر، انتي ايميتيك، انتي كانسر، انتي تيومر اند انتي اليرجيك، انتي ألسر، انالجيسيك، انتي هايبرتنسيف، اند السينيميتيك. اول حاجه انتي كانسر. في البدايه هنعرف الكانسر نفسه. الكانسر is a complex classes of disease in which a group of cells exhibit uncontrolled growth of cell and sometimes metastasis، يعني في بعض السيلز بتكون abnormal ان هي بيحصل لها growth over growth، ودي بتكون ساعات بتكون metastasis يعني بتنتشر. قالك ان في كومباوندز كتيره تم اختراعها علشان تعالج الكانسر، من ضمن الكومباوندز دي البنزيميدازول كومباوند، ودي لقوا ان ليها سايتوتوكسيك افكت. السايتوتوكسيك افكت زي الافكت بتاع التي سيل، التي سيل في السيل ميديتد اميونيتي، ودي اللي بتفرز السايتوتوكسين وبتعمل على اختراق السيل نفسها الابنورمال سيل دي وبتقتلها. في سيريز كتيرة من البنزيميدازول تم اختراعها، من ضمنها الترويزين بنزيميدازول، وتم اختباره for their in vitro anti-cancer activity. structure activity relationship أكد أن الهيتيروسايكليك إميدازول رينج دور كبير في الانتي-cancer activity بتاع البنزيميدازول، وقالك ان في سيريز كتيره من البنزيميدازول تم اكتشافها برضو لعلاج الكانسر، منهم اللي هي البنزيميدازول تو سبستيتيوتد فينايل اور بايريدين بروبايل كيتين ديريفاتيفز اند اسايدزين فور ان فيترو جروث انهيبيتوري اكتيفيتي. اللي قدامي ده عباره عن ديريفاتيفز من البنزيميدازول اسمه البنداميوستين، وده بيوزس از انتي كانسر وبيدخل في طبعا الكيموثيرابي. قالك في derivatives من البنزيميدازول بيبقى فيها حاجة اسمها البوك جروب. البوك جروب دي عبارة عن تيرشير بيوتايل اوكسي كربونايل بروتكتنج جروب، ودي ليها انهيبيتوري اكتيفيتي كبيرة او بتزود الانهيبيتوري اكتيفيتي بتاع البنزيميدازول. وقالك ان في سبستيتيوشن تاني زي مثلا الخمسة وستة دايميثايل بنزيميدازول رينج، او ممكن ان انا اعمل سبستيتيوشن في الاميدازول رينج زي في 3 بوزيشن with anathylacyl او 4 برومو اسايل جروب. وير امبورتنت، وجدوا ان ده بيزود الانهيبيتوري اكتيفيتي للسيل جروث. تاني حاجه اليوزز اوف بنزيميدازول از انتي انفلاماتوري اند انالجيسيك. اول حاجه هنقول الانفلاميشن. الانفلاميشن ده عباره عن بروتكتيف ريسبونس اوف اميون سيستم، يعني بروتكتيف ريسبونس بيعملها الاميون سيستم ذات نفسه علشان يمنع دخول البكتيريا او يحمي الجرح اللي عندك اللي على السكن. تمام. قال لك ان السيمبتومز بتاعه الانفلاميشن دي زي الهيت، ان هي المكان الانفلاميشن بيكون فيه حراره كده، بيكون ريدنس، بيكون كمان محمر وبيوجع جامد، وبيكون ساعات بيكون سوالون يعني منتفخ. في كومباوندز كتيره اتعملت از انتي انفلاماتوري برضو انالجيسيك من البنزيميدازول، وده اتضح ان ليها انهيبيتنج سايكلو اوكسجينيز. السايكلو اوكسجينيز ده بيتفرز بواسطه البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين ده بيعمل على ايه؟ ده برضو بروتكتيف، هو اللي بيعمل الانفلاميشن بروسس. تمام. يعني هو اللي بيديكي الاحساس بالبين والاحساس بالفيفر، كل الحاجات دي اللي بتعملها الانفلاميشن. انا بستخدم البنزيميدازول ديريفاتيفز دي از ان هي بتعمل انهيبيتنج للسايكل اوكسجينيز ده، وده ديريفاتيفز من البنزيميدازول يوزز از انتي انفلاماتوري اند انالجيسيك. تالت حاجه اليوزز اوف بنزيميدازول اند انسيليمينتيك دراجز. There are drugs to either kill or expel infesting helminths، يعني اما بتقتل او بتطرد الديدان دي. وبعض الكومباوندز من البنزيميدازول زي سايابندازول، تريكلابندازول، ميتابندازول اند البندازول، وده طبعا مشهور جدا، وده الاستراكشر، ده الاستراكشر بتاع سايابندازول يوزز از انسيليمينتيك دراج.
وده استراكشر تاني من البنزيمدازول ديريفاتيفز يوزز ان انسترومنتك دراج اسمه الترايكلابندازول. رابع استخدام واخر استخدام عندي للبنزيمدازول اسمه از انتي مايكروبيال. انتي مايكروبيال قالك في كلاسس كتيرة من الكومباوندز تم اختراعها لعلاج ضد البكتيريا والميكروبات اللي بتدخل الجسم وبتأثر على الهيلث بتاع الهيومن، ومن ضمن دول وجدوا ان الدريفيتيفز اوف بنزيمدازول افكت جامد قصاد اتنين نوعين من الميكروبز بتأثر على الهيومن هيلث، ومن ضمنهم اول حاجة الستافيلوكوكس اورياس او الستاف اورياس، تاني حاجة الاشليشيا كولاي. اول حاجة الستاف اورياس، دي الستاف اورياس ده نوع باثوجينيك من فصيلة الستاف، وده بيعمل اول ما بيدخل بيعمل ممكن يعمل فود بوزنينج بسبب التوكسينز اللي بتفرزها، او انه يعمل بايوجينيك انفكشن، يعني بيعمل صديد بسبب ان بيكون السكين مثلا عليه صديد، او بسبب ان الجسم يبقى فيه كمية صديد كتير. تمام. تاني حاجة الاشريشيا كولاي، والاشريشيا كولاي دي نوع كومنسال، بيبقى كومنسال من النورمال فلورا بتاعت الجي اي تي، بس في بعض الاحيان لما بيبقى فيه اميونو كومبريمس عند الاميونو كومبريمس بيبول، يعني الناس اللي المناعه بتاعتهم قليله شويه، بيبدا يبقى يقلب لفصيله باثوجينيك ويبدا يهاجم في الجسم وبيفرز توكسنز. التوكسنز دي بتعمل ووتري دايريا. ليه بتعمل ووتري دايريا؟ لانها بتمنع امتصاص، بتمنع الفيلاي ان هي تمتص الميه، فبالتالي بيبقى عندك كميه ميه كتيره بيبقى ووتري دايريا. وده الاستراكشر بتاز انتي مايكروبيال، يوزس از انتي مايكروبيال، وبيدخل في البنزيمدازول نيوكليوس، وده تقريبا شبه الفراشة بس. وبعد كده الريفرنس بتاعتي، وبعد كده بخلص ان شاء الله البرزنتيشن بتاعتي، وبتمنى انها تكون عجبتكم. السلام عليكم.